الشارع التونسي. الشارع التونسي لحداش وحداش دقيقة موصل معكم حتى لنصف النهار وتوا جا موعد الرادار. الرادار في الرادار اليوم ومتابعة لنتائج اجتماع الجامعة العامة للتعليم الأساسي. الهيئة الإدارية اللي اجتمعت البارح لساعة متأخرة، فالاجتماع هذايا انبثق عليه قرار هو مواصلة حجب الأعداد الخاصة بالثلاثي الأول والثاني والثالث، والاتفاق على تنفيذ يوم غضب إضافة إلى سلسلة من الاحتجاجات. باش نشوفوا موقف جمعية الأولياء والتلاميذ من مثل هذه القرارات، والممثلة في رئيس منظمة الأولياء جمعية الأولياء والتلاميذ سي رضا الزهروني. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي رضا. وبيك لالا لبنى، صباح الخير ليك ولكل مستمعاتك ومستمعيك، وشكرا على الاستضافة. مشكور جدا على التدخل معنا. إذن أنت كنت أكيد في متابعة لأهم نتائج اجتماع البارح اللي هم التعليم الأساسي. مش أنا بركة، فنتصور أنه اليوم تونس كاملة معناتها تتابع في الاجتماع هذا، وتونس كاملة أصيبت بخيبة أمل. معناتها اليوم احنا نستناو في ربما في رسالة طمأنة فيما تبقى من السنة الدراسية الحالية، نلقاو رواحنا زدنا عمقنا الأمور، زدنا بعدنا ربما المواقف على بعضها. واش نلقاو اليوم في قرار الهيئة الإدارية نتاع البارح؟ نحكي على 1,300,000 تلميذ نتاع المرحلة الابتدائية شي يكونوا في وضعية غير واضحة بالنسبة لهموم، شي يعدي وما يعديوش امتحان، معناتها ارتقاء آلي مش ارتقاء آلي. ونعرفوا أنه هالوضع هذا وضع التساؤل، وضع عدم وضوح الرؤية الضبابية اللي عايشينها منذ انطلاق السنة الدراسية، يزيد يعمق في معناتها في 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 الوضع في الازمه اللي عايشينها. وستكون له، هما يقولوا ما فماش، لكن ستكون له انعكاسات خطيره على مستقبل الاجيال، على مستقبل اولادنا وبناتنا، وعلى مستقبل عائلاتنا، وعلى مستقبل بلادنا. الفرضيات المطروحه اليوم امام تواصل حجب الاعداد ويوم غضب وكما قلنا احتجاجات، الفرضيات المطروحه واحنا على مشارف انتهاء السنه الدراسيه، شنو ينجم يكون كيفاش معناتها الاطفال ولا التلامذه كيفاش باش يتعداوا معناتها من سنه الى سنه؟ هل انه المرور الالي وارد؟ والله يقول لك الامور هو يستشف من قراءات الاطراف انه فما احتمال نتاع امور معناتها المرور الالي، لكن راهو الامور المرور الالي راهو كارثه بالنسبه للتلميذ، بالنسبه للمنظومه، بالنسبه للبلاد كامله. اليوم انت تعدي اولاد وبنات وربما المستوى نتاعهم ما يسمح لهمش باش يكونوا في اقسام اعلى من الاقسام اللي يقراوا فيها، تلقاهم غدوه كان عايشنا براتيكمون حطمنا لهم مستقبلهم، على خاطر لا يمكن في اي حال انت تقرا في السنه الثانيه والمستوى نتاعك في السنه الثانيه تلقى روحك في السنه الثالثه، ما تنجمش انت تدارك في السنه الثالثه اللي خسرته في السنه الثانيه، معناتها وش يكون عنده الانعكاس هذا تراكم على مستقبل المسار الدراسي نتاع اولادنا وبناتنا. وبالتالي شنلقاو العدد نتاع المنقطعين شداد، المستوى العام نتاع المنظومه التربويه شابت، والدولة في عوض اللي تستثمر في القراية، في التعليم، في التعلم، في التربية، نلقاو روحنا تستثمر في الجهل، نستثمروا في أولاد تلوحوهم في الكياسات، معناتها باش نضيعوا لهم مستقبلهم، نلقاوهم غدوة كناش ربما ضمن الحارقين البرة، ضمن المحارفين. هذا الواقع اللي نحب أن الناس الكل تحضر له معناتها بمسؤولية وبجدية. علاش؟ أنا ديما نقول راهو الموضوع وقت نحكيه على التربية والتعليم رانا نحكيه على أمن وطني، نحكيه على أمن قومي، مش نحكيه على نابورت كوا، سي با ان سوجي باش نبني الدار سنة نبنيها العام الجاي ولا كياس نعمل وما نعملوش. اليوم مستقبل أجيال وأجيال، مستقبل البلاد راهين هالسياسات مع الأسف المتأزمة كل سنة، واحنا نعيش في نفس الأزمة كل سنة ونتعامل مع المواضيع بنفس الأساليب، وكل سنة ونلقاو الأضرار تتراكم، والمتضرر الأكبر يبقى فيها التلميذ، على خاطر نعرفوا احنا اليوم المنظومة في حد ذاتها هي متهرية، وزيد عشنا سنوات نتاع الكوفيد، وزيد عشنا السنوات نتاع الازمات اللي عشناهم قبل، وزيد اليوم السنه الحاليه تعرف انطلقنا بصعوبات كبيره في مستوى الغراب نتاع النواب، في مستوى تاجيل الامتحانات، وهنا اليوم ما زلنا نواصلوا على نفس النسق. واذا هما يبرروا الشيء هذا انا وشخصيا لا اجد اي مبرر ولا اجد اي كلام. قبيلك حبيت ندخل شو نقول، شنو اللي لازمنا نقولوا باش يفيقوا؟ فكنت قلنا كل شيء، ايش مازال هما باش يفيقوا بخطوره الوضعيه وبالكارثه اللي هازين فيها بلادنا وش نعيشوها وعايشينها داير. معناها اليوم تعتبر سي رضا انه المرور الالي للتلامذه راهو بمثابه الكارثه، لانه فما
التلامذة معناها المستوى الدراسي ما مكنهمش من الارتقاء، راه مش معقول، راه مش ممكن التدارك من سنة لسنة إذا ما صارش معناتها التقييم الجدي والموضوعي لتعلمات ولمدركات التلميذ اللي تحصل عليهم، معناتها هل يستحق المرور للسنة الموالية عن جدارة وإلا لا؟ راه الارتقاء الآلي ما ينجم كان يزيد يعمق الأزمة. أكيد معناتها كارثة كبيرة، كارثة بما تحمله الكلمة من معاني، فما تدخل من نقابي قالك فما أولياء فرحانين ربما بالارتقاء الآلي، فرحانين بحجم الأعداد، نقول له بارك الله فيك تقول الكلام هذا، خاطر أنت شجعتهم ربما في عملية التمويه والمغالطة نتاع الأولياء نتاعهم. اليوم شوف التقييم بعيوبه وبنقول أنا بإيجابيتي هو جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية، هو جانب مهم من المنهجية البيداغوجية. أنت اليوم تقول لي والله ثانوي ويمشي يجيني ليانا نعطيه الأعداد نتاعه ولا يمشي، نقول له لا سمحني هذا لا يستقيم، على خاطر اليوم باش أنت تقيم المستوى العام يجب يكون عندك الهيستوريك نتاع لي نوت، يجب تعرف هي الضوارب شنو هي، معناتها أمور تتجاوز الولي حتى اللي عنده مستوى نقول تعليمي متوسط. اليوم هذايا من الضوابط الإدارة، إدارة الشأن التربوي. اليوم أنت أنا أقول ديما نجيب المثال نقول وكأنه إنسان مشى للطبيب وعمل سكانير وعمل التحاليل الكل وكذا كذا، وفي نهاية الأمر يجي الطبيب يقول له على خاطر أنت ما خلصنيش ولا ما عندكش باش تخلصني ولا على خاطر ما عندكش بريزون شارج نتاع الكلام اخو ما نعطيكش انا الاوردونونس وما نعطيكش الريزلتا نتاع الواحد نتاع الاستقصاء نتاعك يجي منه هذا. دونك اليوم اذا اولادنا وبناتنا قراو ومن الواجب باش يعرفوا المستويات نتاعهم باش هما يحسنوا في نقاط الضعف نتاعهم ويزيدوا ياكدوا النقاط الايجابيه نتاعهم. وانت تقول والله هذا جانب ثانوي ولا البوي نجم يجي ولا التلميذ هو بيدو فرحان بالشهاده، قولوا سامحني راكم قاعدين تضروا في 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 ثقه في المدرسه العموميه. شو يسمعوا ايش قاعدين الاولياء قاعدين يحكيوا، يسمعوا التلامذه بيدهم قاعدين يحكيوا، يسمعوا اليوم انا في حتى في اليوم ناس فقدت ثقتها في المدرسه العموميه اللي عنده الفلوس يخمم باش يبعث ولده يهجر ولده لبرا ولا بنته مابقاش عنده اشكاليات. هذا الواقع اللي عايشين به، وهذه هي ربما التراكمات الخطيره اللي قاعدين نعيشوا فيها واش نعيشوها السنوات القادمه. واضح، مشكور جدا سي رضا الزهروني، مشكور جدا على التوضيحات هذه. كل هذه موقف جمعيه الاولياء والتلاميذ بعد قرار جامعه التعليم الاساسي مواصله حجب الله. ربي لا لا لبنى تفضل. ألو. تفضل. قلت لك احنا هذاك حتى دعوتنا ديما نقولوا راهو دعونا رئيس الجمهوريه، راهو رئيس الجمهوريه احنا ندعشنا نفس الاشكاليات في 2018 وتدخل وقتها المرحوم الباجي قيس سبسي عندما كان رئيس الجمهوريه والامين العام للاتحاد التونسي للشغل ووجدوا حلول باش يوقفوا كنزيف في الوقت هذا. اليوم يبقى اليوم قرار سياسي بامتياز. اليوم شفنا القضاء هاو قاعد ياجل في القضايا وفي النظر في القضيه وربما حتى مبرمج ل 15 مي. اليوم يبقى الحل عند رئيس الجمهوريه، ورئيس الجمهوريه عنده الملفات الكل، عنده الموقع السياسي نتاعه، عنده الموقع الاعتباري نتاعه، ينجم ياخذ ما يستوجب من قرارات واجراءات باش نحبسوا النزيف هذايا، نحبسوا الكارثه هذيا، وباش هذا كيف ما بقاش نعيشوا الاشياء هذيا. المهم راهو ماناش نوليو نتبعوا مع الازمات، المهم ماناش ولينا وكانه في نهايه الامر الغايه من السنه الدراسيه هو الاعداد والمعادلات. نقول له صحيح الغايه، لكن الغايه باش احنا نحسنوا من اداء المنظومه التربويه وباش ما نقعدوش في كل سنه نعارضوا في الازمات. اليوم اليوم نشوفوا في الولي، اليوم نشوفوا في الولي الطلاع بدور الاداره، نشوفوا في الولي اللي تحصل على الاعداد قاعد يحضر في المعدل نتاع صغير وحده، واللي ما تحصلش على الاعداد الكل قاعد يتكهن ولا يحط يتكهن. معناتها ما حكيناش على التمييز ما بين المدرسه العموميه والمدرسه الخاصه، ما حكيناش معناتها وقت تجي تحل الموضوع بالله العظيم واحد يدوخ. معناتها اليوم التمييز الاقصاء معناتها وكانه حتى حد ما هو لاهي بالوضع، وكان جات البلاد تحترم نفسها والله ما نرقدوا الا ما نلقاو الحلول هالازمه اللي معناتها الناس فسر الاطفال والشباب قاعدين يزحوا في سوء تصرفنا فيما يتعلق بالمدرسه. وسي رضا فما زاده في من بين المدارس العموميه، فما مدارس عموميه راهو مد دفاتر الاعداد للتلامذه ومكنتهم زاده من 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 معادلتهم ومن اعدادهم، عاد ماهوش المدارس العموميه الكل قاعده تعتمد على حجب الاعداد وعدم تمكين الأولياء من دفاتر الأعداد.
اكيد اكيد هذا هو دونك يزيد ريت هذا الشعور، هذا الشعور بالاحباط، شعور معناتها بعدم التكافؤ الفرص، معناتها بالتمييز، معناتها الاشياء هذه ما هي تراكمات مع وقت نشوفوا شنو اللي قاعد يعيش فيه التلميذ ويعيش فيه العائله والولي ونعيشوا فيه احنا كدوله، على خاطر في نهايه الامر راهو الاستثمار في التربيه والتعليم يمول فيه دفع الضرائب، الولي، الموظف، البوليس، الطبيب، الناس الكل قاعدين احنا نمولوا، احنا قاعدين نمولوا في خزينه الدوله، وبالتالي نلقاو روحنا نستثمروا في الجهل، نستثمروا في معناتها اشياء شلوحوها غدك العشاء في الشارع، دونك هذا عيب ولا يستقيم، مسؤوليه معناتها كبيره، ونجم نقول انا جرم يتجاوز الجرم الاخلاقي، من الضروري انه نحملوا كل طرف مسؤوليه في اليسار هذا. واضح، مشكور جدا رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ، تلقاو الحوار كامل على قناة يوتيوب إكسبريس إف إم، نذكروكم اللي 71 725 1000 تنجموا تشاركوا معنا وتربحوا كوفخي ألغوفيتا 100% طبيعي وبمنتوجات وسوائل تونسية 100%. موصلين